صباحكم الله بالخير. نلتقي اليوم مع تمكين الوالدين، وكما استمعنا إلى الأخوة إنهما أساس الأسرة ومراقبة الأطفال والشباب لعدم الانخراط في المسكرات أو المخدرات. مشروع قراص مشروع رائد وقديم وحاز على أكثر من جائزة. نتمنى إن شاء الله أن هذه الدورات تستطيع أن تمنع إن شاء الله أبنائنا وشبابنا من المخدرات ومن هذا الداء، وإن شاء الله نستطيع بالوقاية أن نمنعهم من المخدرات. هذا هو الأساس، أساس تنمية الشباب في الوقاية منه وليس فقط العلاج. نتمنى إن شاء الله أن هذه الدورات تؤدي ثمارها وتكون إحصائيات في السنوات القادمة تقول في الشباب والمخدرات. وأتمنى كذلك أن هذه الشراكات مع سواء منتور العالمية أو المنظمات الدولية أن تعلي دولة الكويت في دوليا عاليا في الاهتمام بالشباب. وكما رأينا من هذه الدورة أن أغلبية الأمهات، وأبي أكد على وجود الأمهات والنساء في هذه الدورة لأنهم هم شعلة النشاط في البيت، وكذلك تمكين المرأة في الاهتمام بأبنائها وليس فقط تمكينها صراحة في، وهذا هي ما نسمولة في خطة التنمية، تمكينها في داخل منزلها، تمكينها في مقر عملها، وتمكينها كذلك في المناصب الإدارية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بمناسبة هذا اللقاء في آخر الدورة التي أقامها غراس مع مؤسسة منتور لتدريب الأهل في موضوع الوقاية من المخدرات وغيرها، أثلجت صدورنا حقيقة فيما تم في هذه الدورة والإنجازات التي تمت. والحمد لله الآن عندنا تقريبا 30 متدرب تدريبا جيدا، نأمل في اللقاءات القادمة أن تكون أكثر وأكثر لترويج الوعي في وليس بمخاطر المخدرات وليس ترويج المخدرات. شكرا لك. دكتور أحمد الشطي، المدير التنفيذي للمشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات غراس. اليوم أسعدنا جدا تخرج حوالي 30 أم وأب كويتي من دورة تثقيف الأهل اللي تأتي تحت عنوان الوالدية الذكية، وعنوان آخر اللي هي إكسابهم مهارات الوقاية من السلوكيات الخطرة. هذا البرنامج العالمي هو خلاصة تجربة المبنية على الدليل في أوروبا. استطعنا من خلال شراكة مع منتور العربية أن مو فقط نعربها ولكن وائمها للمجتمع المحلي. ردود الأفعال اللي جاءت أكثر من رائعة، سواء بالمدربين الذي رأوا تفاعل، علم، معرفة، تواصل وحرص على اكتساب المهارات بالطريقة المناسبة في المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله سيكون منهم رسل ودعاء ورافعين علم الوقاية من السلوكيات الخطرة كلها، مو فقط المخدرات، لأن من يكتسب هذه المهارات وهذه المعرفة سيصير عنده نوع من السور الوقائي الذي يحميه من كل هذه الأشياء، سواء التدخين، سواء الكحول، سواء مخدرات بأنواعها، سواء حتى السلوكيات الجنسية غير السوية. مرة أخرى إحنا فخورين أن يكون أول تطبيق لهذا البرنامج العالمي في الوطن العربي يكون في الكويت. فخورين أنه ردود الأفعال ونسبة النجاح عالية جدا بين المنتظمين في هذه الدورة. الحماس اللي شاهدناه بين المشتركين يخلينا أكثر إصرارا مو فقط أن نستمر بالمرحلة الثانية والثالثة، ولكن أن نعيد مثل هذه الدورات في مواقع أخرى وأماكن أخرى ولهيئات وشرائح مجتمعية أخرى، لأنه خطر المخدرات لا يستثني أحدا، ولأن خطر المخدرات من الحكمة والحصافة أن نتعامل معه استباقيا على أن ننتظر، بحيث أن يعني الدلع اللي يبدأ بالتعاطي والتجريب ينتهي بالإدمان، و
كل ما هو مخيب سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو النفسي أو حتى يعني المجتمعي والوطني على قدم وساق. صباح الخير، معكم نادين عبد الله، مسؤولة البرامج والمشاريع مؤسسة منتو العربية. نحن برنامج معا تدريب الأهل هو برنامج عالمي يتم إطلاقه لأول مرة في العالم العربي في دولة الكويت بالشراكة والتعاون مع مشروع غراس. هيدا البرنامج هو هدفه تمكين الأهل مقدمي الرعاية لكي يقدروا يصيروا قادرين يعملوا وقاية ويحموا أولادهم وأطفالهم من جميع السلوكيات الخطيرة. نحن هالأسبوع بلشنا بالدورة الأولى من عملية التدريب، وسوف نواكب ونكفي عملية التدريب عبر الأشهر القادمة لكي يتم إنشاء لجنة للأهل قادرين على تمكين أطفالهم وأولادهم وأبنائهم وبناتهم حول تجنب مخاطر السلوكيات الخطيرة والمخدرات. شكرا.